بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وانا من اسمع وزاركم وترفيش كعالم جون كيبل تي في حرمتي سما قال ده هربيس وحل سوق غاري مركل اي برنامج في انتظارات في فلغيت ورتبي نبا في برنامج كده تاجن مر حالها تاجن الدول كان صومالي لان برنامج كان انتظارات كان يوم كان سوق قاضي دون يد والله كل يوم بش مي سنه كان هدي الله اود الى دو ان يكون هيك هاي مدد لو كردي غرها وكيلده صومالي لان مدة كورنيت ويسا مية مدفيني أحمد محمد محمود سيلاني وقد البضين ونياشا قراها قبير كده ولوك اللي مدر لبصة ندود يسيدات بلوت لم إن أيكو أكتاي بيشا مي حدبا سومالي لان مركلة مكة قد سومي كرتا دورشو لحل يدا لنا عبار لمن كان يدور دوار نقصة بحي دورشا دي قول ياشا ديگان كي دلقع قدرك وقب الله رمي يكسو بسنتهاي فلانقين تعتدبات كا يبرنام كينا وفديا ندا أيا بل أنكو إيه دونا قدر بداسي برنامجك وحي قال قيب قلي محمد إبراهيم صقح أو يسوق مدك كده سديت سنة دوت كشقي لي حولها دين عبار لما كيس لما كاسين كم ده ورتدي أنا بس بتشو كتدا هو دور رما دورها وكل ده سمار لأن يولي بقول كده عقلي يقل قيب قلي دورا محمد عبد أورد أو يسوقنا بدون يكوين كأورد سوق في سمار لأن الصالح دين عقلنا وحاي سوقنا إقل قيب قلي عبد حكيم محمد شيخ ويسوقنا كم ده بهذا ورباهنتا جمهورية ميديا جروب مجلد لندن هي سومالي لامبا على دور برنامج كان اللي فلانقين تتضبط كا يورد في دي النبي يبغض بدل مين كسومالي لام أي واحد نكون رئيسين دونا مدو وحلا دور في البرلمان كا أما بقراها وكل مدو سومالي لام لابد يكون هي شنتي بشي سجالات سجالي اللي باتين كذي هذا بقى مدة داسي أو هات نقص من مدة سديت سنة ضاعة محاك قبضامي قراها وكل ده أما محاش بقول لباس كريه سيني وشقيني سجل بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الشيكتي قراه وكيلة سومالي لان وكوي يمد دورشة توسا وحالة دورتي 29 سبتمبر لابكون ايو شانتي واي قراه انتا اوتري وحيار بدن واسحيي قار بدن وكالانا وحكا بدل اوكو سميين ويترين هادي ان قياسو حيار كاي اصيب اي سميين وإلا افريلا تنحير in kuwa wax ka bedel ku sameeyayna waa ila 12 xeer waxa si jira oo taabar bartaala xeerar badan oo ay ka dhaxleen golahi hore ee wakiilada ee beelaha ku fadhiyay oo ay ka tageen ayaa jira oo ilaa hadda ay golaha wakiiladu u tahli kari waayeen in ay sameeyaan waxa kamid oo kale hadii xeerarka aadka iyo aadka ugu badan ee lagu dhaliyo golaha wakiilada la soo doortay waxa kamid ah حير في عاصمة هرقيسة عاصمة هرقيسة الشرعية دي وحورية اللي قولها وكي اللي ضعي يكي هربا مدو إلا إمكا لباتنية سناء تاسينا وحي نقول نيسا قرنم دي سومالا المركة اللي قاحد ليو عاصمة دي او بلا شرعية المركة دي عالم كو إيجي وحير كي تولي دي إمكا إلا هدا ولي إن كو رقانتا تاسورتو وارهن قولها وكي اللي ضعي بليش دي ليين waxaa kala jirtay mar golaha wakiilada dib soo celiyeen oo cod uu kala baxay codkii markaa wuxuu noqday cod in ay ku baaskirin kari waayeen waxay kala noqday 3-3 xilliban oo ogolaaday in la saxiyo xeerkaasi iyo 5-3 xilliban oo diidmada u cadeeyay iyagu waliba wax sababayna aanu sameyn waxa kale oo kamida xeerarka la oran karo golaha wakiilada way ku guuldareysteen xeerkii lagu soo dooran lahaa iyaga إلا هذا حير كاس ما سمي سنا اللي هو صوت أوران لها دادوين شعب هو صوت أوران لها واي السين أجن هاي حير كي هراء يجا اللي هو صوت دور تون تبني سبها مدحويني هراء قولي هراء بيرها كفر دي مرك أي لين تركاب الله سمي محكمة ده يوق ورا جوان أولي هاي وان بروني يا يجون أو أركي إن الدور شد إن كرين دوني يان أو فريا طبعا تجوان كين تلالي أيوه حلي سلا قرت محكمة السوق عد إن جوان مسي in xeerkan imka lagu galo doorashada waqtigan tii wakiiladii hore marka dambana la sameeyo xeer kale oo cusub waaye golaha wakiiladu maanta waxay fadhiyeen 8 sanoood 8 sanoood ay fadhiyeen ilaa hadda xeerka ma sameysna waa waxyaabaha caqabada ku ah doorasho golaha wakiilada dalka dhacda waa ta keentay oo kale sababta kororsiimada 2 sano iyo 8 bilood hore ahayd maanta oo ay may imka waqtiga ku dhanyahay ما موقته ترى شو جراوة كيلو آه أو قفسو ميسة والله يعني محمد أبو ما سنت هاي يعني برامج كان
نوان كم هذا نيا مرق هري هم بعد هون كابل تي في أبي يقول ما تيجي برامج مناسبة ووقتي وقتي يسي حالات دي يسي كوها بون أي كوس هو بيجين أبي يقول ما تيجي هدي أنا صنع قدر سؤال شيء ده إن أرتوا واحد كلا تاي مر واحد نقول لنا قيمين تا واحد قبض كقوله وكيلا ده إلا صاد دورتي سجل لا تنكي سبتمبر 2005 مر نقول لنا قبل سوميدة دورة شدن إيو مرحلة ده هكلي كوك ده من وقت حاضر كان هون تيمك هلا جه الله يو وحقبت كا قلها وكيل هذا سيد الصاحب كي محمد شاقي قل شروع مرك اللي يسوق إياه وحك بدل إياه كوا أي عورين تو هذا حق حكومة ده كجت مي أما كوا يجوا عريان با يازيد إلا أفرت الحير كل واد بركة بحق قه وكيل هذا أوف أيدى باسكريين وحرر بدم غسلوا وحقبت كذا الله يجوا and at the same time قلها نروح وحق قلة كوسو بحي ندم كحسبية ده بدل أو يدنا هاي سيستم كل عصب مركها هناك هنا سياسة دي سمعنا وعلى غلط دي سي اللي بات دي سوتها مركها لغو بيسكريو قاب كاي كوسو بحنا نوع عاسة وها قاب عردن كوا ديمقراطية ده نضل كه هناك قاعد عردن كا كم ده سامين تو كوي يلان أيه وحقبت كوا ده مركها الأجار هبيتان كحسبية ده وكان الدوانا مرحلة دي يعني كسر قدمي أودو بيو عديو كنيها أيها إذا لفت إذا مركب رؤية قط ها لبر برجو وحلونا كراوها وحقبض وحقوه لما كان رؤية فرت الحير مهم أي كبر حين غرا وحنا كنا نقول إنها أنت مركب اللي جو تن إن أي تالي كده ويان لما يصير كأمس قبيلة تركا حير كي قلها نكسر بحلها حفلة يا بتقولوا هنتي مرحلة دي كور رئيس حكومة ده تطلعي زي أحمد محمد سينايو وحوها قالوا مركا أين يجنو قاب كي دق السياسة دي كيسة قالوا وحوها قالوا معارضة قالوا أوسيس مركي معارض كها ها مركي حكومة ده تطلعي زي معارض كهاي قالوا أغلبية ده منيه قالها وكيلة ده كتشري أي سبعة يصيرنا معارضة ده أوسيس مركي ده رجال أي جنس كهاي تاسع سبب تاي إن أي وح تسقى هذا حدود وناكسن ودح مرة حكومة دي تلاذة هيسي يقوليه شرعي دجين تلا صدر اختي وكم من شيء قوليه حسبية دي اكي مادين ربيتان كودي تاسونا واتا صوتي ان اي اوودي كرواياني ان حير كودي كيف كران اي كو ايماني مركي اللي يمي وقت هي دي وحايا هيد من دكرنيت اللي يمي وحايا هيد سيستم كم مدانا احمد الحمد السلام يا حكومة تلاذة هيسا وحايا هيد مركة العركي المدادة دماتي in qiimeyn la sameeyo oo sida dunidu dhacda marka de reenmiiga ka marmi waayay marka reer ku meel u guurayo sahan inay dirtaan waxa ay marxaladan timi maanta in la qiimeeyo qaabka looga baxayo si aanay barito u soo noqontiyo kale waanay u dhicin oo waqti munaasiba oo la qiimeeyay la sugay inuu munaasib ku yahay diiwaangelin ka hor dhacdo la sameeyo oo marxaladeeda laga gudbo xeerkiisa la qabiyo tiro وقتي جاب كوها بوري كل عيسى لكن واحد مودا سيدي حكومة ما أنت ترى عيسى أي هرو يقول دليلي شفت حكومة دي هرة مدخلين تي إن سيدي هذا واحد قيمين اللي قصة مين ظروف تنتمي إن لسك سو سو شيدين مدحوين وسو قد بيجي قولي قرتي ده سيدي أنا أي كوك قد بتي تاسنا وقت ما أنت كان تي إن ما أنت مرحلة دا سو دورشة دا أما دورشة دا قرها وكيلة من تدي لكل يد ما تي إن المال إلا كل عضو وحويه سهل إياك في جزء إياك تحدد إياك ترى قلب أبيرات الله صميم. عبد مهستي عبد حكي. and هرتها قد بدكم مهستي برانش كان بس عسنتي and كنتي لبق قلب وخلب حيسا محيس وقف تنستدي صنادات يجوجين محاسة ويا له إن أي صميان أما سدي أي كل هايين أما أول نقول هايين إن لا دورته وردو كير دواتيو وحيري حكومة ديمك تيرتها وحا اي ان وح بدن ان مركو هرو وحا معارض يمكن كانوا وحا هذا الكيس مركا اوذ لو تبو يمكن كانوا وحا بدين غلو محافظ تا مركا لا تبو هتو وحا دنت قرن كو جيرتا ان قفك وقتي لا دورتو او اه شل سنوات وح كسته هذا عن شتي سي سنوات او هلو قفك كلا ادويده وقت با لعيمه شل سنوات دي حق لهاي وحي هرتو كو ديرادا حاله با كانت حكومة دي مكتشرتا إذا مركع أصبيت أي واحد أي كلتي إن دي بدك لو صبيه واحد كلو مركع صهرة عادي قليه
حسبيدي كلا السمي قولها ديجان كلا السمي تورشني ده حنف ربضم إني قطعت مركب واحد سويدي صاحي دد كينو إني كم ودي أرسيه مركب الله يتوكل شعيرة يو سياسة يو حاصلة مودي أرسيه إن إمي كلا السمي دورشة كلا وحام مقطعي مك مي إني أنا صورة قلها سيدا ورد شاقي إن أساسمنت يو dibu baaris loo sameeyo marka xogta la gaaro lagu go'aan qaato iyadoo loo eegayo wixii la wada leeyahay in si sax ah loo eego adoon masinta en wara en waxa jirta qodob kamid ah xeerarka lagu diiwaangelinta xeerarka doorashooyinka ee xeer oo dhigaya in golo baarlamaan oo la soo doortay uu bedeli karo golo baarlamaan oo la soo doortay muddadaasi wax ka horreeya aanay dhici karin golo baarlamaan oo soo doortay ninba soo doortay baa bedeli kara qodobkaasi oo sheegaya yacni in la diyaariyo hanaankii waqtiga doorashada cid kasta oo dalka ka midi ay doonaysa inay u tartanto muddada shanteeda sannadood ayna ku dhammaan haddaba su-aasheedu waxay tahay maadaama muddadii shanta sannadood ay dhammaatay baarlamaanka ee golaha wakiilada haddana saddexdii sannadood ee dhinnaa bilaha kooban ay muddadoodii ku eegtahay bisha mayn diiwaangelintii doorashada somalilandna la laalay oo isla baarlamaanka laftiisu ay laaleen intay fadhiisteen diiwaangelintii hore haddana uu sharcigu dhigaya inaan doorasho dambe oo bilaa diiwaangelina la geli karin sideeba uu noqonayaa xalka amaba aragtida la xidhiidha in doorasho lagu diyaariyo baarlamaan oo golo wakiilo ah muddada kooban ee ka hadhay may ama muddada kooban ee ka hadhayba xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamed jiray ee labada sana oo doorashooyinka madaxweyne ka baarlamaanka iskaleya saga maxay kula tahay waa arrin in horta mid bana soo noqon lahaayo curad wuxuu sheegay in tabaabusho iyo wax loo baahanyay inta golahuna xisbiya kale ahaa waxa keliya ee aan soo qaadan karnaa marka laga hadlayo golahu labiyo sideetan xildhibaan buu ka koobanyay waa run saddex xisbiyay ku yimaadeen imanka xisbiyadii waaba imanka qaar badan bay ka yaaceeno xisbiga wadan ayuuna hore u jirin baaba imanka xildhibaano badan golihii kule labiyo sideetan ka xildhibaan labiyo afartan buu kooramka sharciyadii sheegayay ma buuxsamo markay u badan tahay waa maalin wasiir la asixinayo ay ama miisaanida la asixinayo ayay imanayaan dhowr iyo konton way xildhibaanka lasoo doortay ee gabay inuu saacadda dalkiisa u shaqeeyo taas waa nasiib darro ta kale waxaa jirta xeerar badan oo laga doodin oo la asixiya jira waxaa jira xildhibaano badan oo marka xeerka duuduub lagu ansixiyo aan weydiiyoonaya oo qodobkaa iyo qodobkaas maxaad uga doodi weyd rasuulku odhanaya mabaan joogin ba anugu ku kii kalean weydiinaya rasuulkii kalena ku odhanaya niyo mabaan dee mabaan akhriyinba markaasaad odhanaysa oo maxaad u akhriyayd waxa lagugu soo doortay mudane cod ku yimid baa tahay taas horta waa nasiib darra iyaduna waxaa ka mid a kuwa in duuduubka lagu asixiyan laga doodin kow xeerkii burcadbadeed iyo kii maxaabiista isku wareejinta iyo miisaaniyaddii ugu dambeysay imanka laba kun iyo saddex iyo tobanka waa miisaaniyaddii koowaad in abid golaha wakiilada soo marta ee somalilan yeelato ee ilaa golihii hore beeluhu bilaadood ku dhaafta waaye shirgudoonku isagu dhibaato maray waxaase dhibaato ah oo marka lasoo dhigo xeerkii la yimaad la keeno waxaa la yidhaha maqodobqodob bayn ku ansixinaa mise duuduub xeerka xeerka marka dee lasoo dhigo baarlamaanka mareyaasha doodayaan ha mudane xeerkii waa loo qeybiyey waxa weye mudane horta xisbi maaha maalintii xisbi laga soo doortay buu ayuu ka gudbay xisbi uu yahay waayo mudane qaran buu noqday danta qaranku uu ka hadlaayo aragtiqaranka ha waan gartay waa inuu ka hadlaa haye laakiin xildhibaanadii mushkiladda imanka dhacday waxa weeye golaheenni wakiilada lasoo doortay horta taasi kasar bay ku noqotay xisbinimadu waayo berigii hore waxa isku hel hayn jiray golaha xisbiga kulmiya oo mucaaradka weyn ahaa iyo xisbigii udub oo xisbi xaakamkii ahaa labadoodaasa isbanaasgelin jiray mudanayaasha xisbiga ucid dabeeto way kala qeybsami jiro labadaasi raaci jireen waaye taasi wax badan oo golaha wakiiladu qaban lahaa ayay seejisay midda kale waxaa jira golaha wakiiladu waa hay-adda koowaad ee sharci dejinta dalka xeerkii golaha guurtooda ma samaysano ilaa hadda golihii guurtooda 17 sano oo muddo korina ayay ku jireen iyagii muddadii ay kororsadeen u dambeysay markay golaha wakiilada 2 sano iyo 8 bilood ay kordhiyeen 4 bay u noqotay maarij bay kaga eegtaa ilaa hadda xeer samaysan oo gola guurtiyii ma jiro
إلا هذا وحلاه دقيقة متر هذا بقى قرها وكيله قبيوي بدن بي يجوا ترسانية وحندوري أنا هالك عادي حيا كان دور الشظ قرها وكيله ده لوسو دورني وح أسمين لا يهين عيان أطهابنايا ومت هاي وحوي يعني حلي معنا بدن بي وحكويتي ومركي شنطة السنة ده عيلة معطي عيان الوار شنطة السنة ده كلام معطي محا حيا كني يدكسو دورني أسمين لا يهين وحيوي لا يهين حق بدنون دوني إن مقعد بقول لكن ده أقلبيد ده وحيدين دور كي هري واتي إن ترى لك رقعتك كراسية قبل كي يلاقي صوت دورتك ما يري بولي أنت كرسي بري لسية دور شغله قلاي قبل كلا بعض أنت ركوب لسه ما يبول صدق قبل عصبة هذا بقى يستدي أفرتهم الدقمو أوديراد يبكى الله أستحم بيتنا kala xadeeti gobolada iyo degmooyinka laba samay iyaduna waa qabyo waa waxyaabaha marka golahan wakiiladu dalishanayaan way golahi guurtidu isagu wali halkii buu taagan yahay waxaan ognahay kale doorashadii golaha deegaanka intee lagu qaatay dhowriyo ilaa 10 sanoad bay fadhiyeen golahi deegaanka hore arint qalad la galay taasina way jirtay oo doorashadii golaha deegaanka ay ahayd sharciyan in ay u soo horeeyso tii madaxweynada markay xisbiga kulmiyay cudur mucaarid ahaa iyo madaxweyne riyaale madaxweyni hore u dhabaha isagii ay isaga dhaafsadeen sanad loo kordhiyo waan gartay in saga ma kulantahay in ay madax isla gali karaan doorashada madaxweynada iyo doorashada golaha wakiiladu maadaama bisha may aadag tahay in doorashada la qabto mise jiraan aragti sheegaysa in labada doorasho la mideeyo أمدين كي جدا بيل لقدر واجني، بتحسن تعالى وحير حوجا لقط أس وحير حوجا له من ذي شيء، هرت مركز دورة شل جهاد ضيو إن الله يسرع عليهم، دوري لا تل مليون بفرية يكين يتهاي، وين أقول دورة شذي ما نتيل وتين تسرعين، واي كبك عارق، إن لقو، هرت وحي أهيد إن أي ند دورة شو يك مدود ذيك قبرنه، برسي حضي عيد عظيم، أو عيد نليل قابس سنة ما تفيد، درينك كوشبي إما كقبان قرها وكيل ده. iyo dadka u dhun doora waxa weeyii doorashadii madaxtooyada oo ay ahayd 2019 inay dhacdo iyo tan golahooda wakiilada ayay isla hal israaciil leeyahay hadda oo marka golaha wakiiladu muddo 10 sanadood ah joog fikirkaasi wadan adban maxamed aan maxamed diwaangelintu waxaan jecelahay bal inaan bulshada u iftiimino diwaangelintu faa'iido intee leeg bay u leedahay doorasho la qabto aan diwaangelinaan doorashada baarlamaanka lama gali karo golaha guurti iyo golaha wakiilo waa sida sharciiga lagu dhigay هذا فإذا ذن أقول له ذي ديوان قريت من تعالى ناد إنه هذا يقولي بتحرعي دور شو يمكن ولا صار دعي أرد فإذا ذا يقول له ذي مجتمع هذا الدنيا ذا كله كان أما بس يوم الله أنا قط أما هو عالم كه إن تراكوب سكان أيدت كذا كل سمايا وحكوك مشكلة ده وجوبه ير هذا وجوه وجوه نويني وحكم ده وح ماشي كبحة مورن كي ما تدينا عضتك أوكلية أو لقوم مرمو أو إذا قبل كده مثلا دقيمة بربرو كلا ساحل أو كلا إنسان كهلي إنسان كهلي واي واحد في غير اسمك هذا هي السجن وحاميش كبا حي وحي مهم الكها مشكلة دي هي إنه جو صار دعي أي إنه أقول تقول أنا هاي أردن بالك كبا حيا واي كم بتهاي إن حتى مريه وسمين كري وايو سادالين وكو يفديميو أغلبية ترى سو كدولية أغلبية عضات
ديوان كشان إلا هاي دقمدا دقمدا أنت وقت قال لتريي أنت سو قال حرمها كوميشن كا إن يو دنا وحيابها وغيره وكم تو إن أنا كسو كوبي كم سعاش هذا حوي إن فائدة وغيره حوي مرة ما مشك بحياة يو حان يو يوتن هدي أنا ميدو صار نقطة إن وده فوق هذا كي فودين أتخشى كيسة يمكن عاد كهذا شيء إن ده رسوين كوقت وده كده ما ده إن وحنا لها هرتا مركز ليجو مدة هذا جواب سجى كوا قالها وكيلة ذي مذكرين تها بالحقيقة ما حق قام مركز ليه ديوان قرين هلا سمايو ثم هذا بعد هو أنا حق قام كت كيو كوالات هاي إنه تهاي مشكلة دي هراء مشكلة دي هراء مركز هراء با دلكو لدا لا دعية أرين تاني كم إذا هيد أيون با هذانا شار يو كفر لوسي قريو إمبريدر أخن نقطة أما مور أخن نقطة مشكلة مشكلة بتقولي واحد خلاص تسمو شيء نيسا إنا وحبا لقى بران وحكومة ده هالنقطة قال يا شا شو قدرنا ده هالنقطة إنا دتك عقون ترى إنترنت وول كه سمعنا ولا شيء هالنقطان دتك شام عادها إن هندسي عرين ترى مو حكومة صبرت عقون ترى برصة سمعني كم يدي هالنقطان إنا دتك أنا مغن لحش على أورا نيسا والمشكلة بعد عضايا ونجي لبسنا ضدي ستات بيوكرني تي تي دي باتمي انت هنا ديوان قلي سارين محاينو هادنا إفالواج قيمين على سمايو وما دهال يسكو يورو كام عاد هالكي سكر كام عاد عمود وكالي انت الله حلي سارو قود قران لماك عابو أقويني هانا اي كسو سمايان سيدي مدحوين سيدانيو هرانتي لسماء حكومة دي سبا او تلا شارنغ او قبحين اي تلا لسماء حكومة دا ee u dad badan ugu soo bandhigeen inta ka soo talbixiyaan intii kale talasbay waxa ma taas cadeynaysa inaan la xajacelo dadka inaan maanta la xajacelo jirin waxaan kale ku soo koobi lahaa ee hadalkayga waa xaqiiq maanta inaan doorasho waqtigeedii ku dhacay kala wakiil laakiin maaha in la yiraahdo hal isku daro laba kale iyo laba kale hal isku daro anigu waxaan taaganahay waa dalkan taladiisa dadka aqoonyahanka lagu celiyo oo hal la qiimeeyo sida mujtamaac bulshada dunida ee koreysa aqoon ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ummadaha koreya sidooda talada hal lagu celiyo dadka aqoonyahanka saaxibul aqliga hal laga baarandoga talaabo kasto siyaasiyana iyo mid dhaqaale ahaan oo xukuumad iyo dawlad ahaan lagu dhaqaaqayo waan garta taas ma laga bixi kara waan garta abdaxkeen arintaa diwaan gelinta runtii diwaan gelinta amba tirakoobku bulshadu ka adbixinta oo kaliya ma aha waa mid saameynaysa nolosha bulshada hadii si xaqiiq ah loo helo sax nolosha guud ahaan oo guud ahaan oo ay kamid tahay dhaqaalaha oo ay kamid tahay waxbarashada oo ay kamid tahay caafimaadka qayb kasto nolosha kamida si marka loogu jaangooyo hab socodka noloshooda aan arintan baarlamaanka in uu horta aanu dhacayn bay horta u muuqataa mey oo aqliyad waxayna siinaysaa inayna suuragal ahayn laakiin فكر كمان فوق قوانين assessment قيمين لقي دبو قيمين لا سمعيو خلط كله جت في ديسته هدي ما أنت خلط يقول له بريت ولا يعني يقول عنده وأنا خلط كي يجي صحة بالآن هو جثة لكن هو صحة عنده لكن إن ما له قول بقى إنه كسب لو نو مال أساسا ولا جبت عليه لو تحس إنه بين سوي شيء دلوقع عالم كده إن وكويرتها لكن سين إمك مركز برمان كان waxa loo baahan yahay in la isla eego ninka jooga ama golaha baarlamaanka sida maxaad ka dhawaajay had iyo jeer waxa jecel yihiin baawr bilaadanku jecel yihiin inuu iska sii joogo uu iska jecel yahay laakiin wixii kala ilaalinayay in la helo oo isagana halkaa joog halkana halkaa joog waan gartay cabdixakin adigoo ku daraasadaynaya maadaama London oo kale aada wax ka qori jirtay waxyaabaha waddanka laftiisa ka dhaca ingiriiska oo kale bal baarlamaankan Soomaaliland doorashadiisa hababkan ay u shaqeynayaan iyo laftoodu tafaahumkad ka haysato kuwa waddankii aad ka timid bal cabdixakin tixraac samee horta baarlamaanka ingiriisku muddo dheer qarniyo ayuu jiray dhowrka qarni isbeddel ku yimid throwing marba la beddelay baa jirta imiko kale waxa imika filay in baarlamaanka ingiriisku yahay 690 muddo si horeysay wuxuu ahaa 650 habkaba cadadka ayaa la qiimeynayaa oo uu korriyay inaga ma laha 28 kaas umbay laakiin habkaba caa bulshada ayaa qayb ka qaata nidaamkan hadda markuu qor dhowr qorni soo jiray sax iyo khaladka marba waxba lagu sii kordhinayaa teeda kale systemkan uu dhisan yahay ingiriiska
هذه chair مركز شرعية ده بسميه واسيسم برايم مينستر وانقطع هف كاب برايم مينستر كو وحو أبورا إن نيكا بارمكا كميت كي إن نقدر يسوي سعرها هف كا إنه قادنا يا مريكم كا وكيلي وكيلي دوين أدون ما سنت عبد حكين داود يلي يمكن واحد إنه يقدر ناخد كا تلفون كا أو سيتو سي ويتشيران قار كميت داود يا شهيد هلا ولا وين مغلسا هلو 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 أنا كنا قندو ناخد كاسي تلفون كا يدا وضعها سي هلو ولا وين مغلسا هلو عليكم السلام ولا الله واحد ستو سوق قب قادنا سا برنامج كا فلانقين تا ورباهين تا يوحيابها تاقني سومالي لان بالرأي قاقا ولا علي يمقع عاقيا لكتك سوهاد ليسا دو ماتسن ها ولا لو عليك سلام الو ولا لا ديقو ما هاتسن سؤاشا دا ايا مقع عاقو سدحان لكتك سوهاد ليسو عضو ما هاتسن ولا لو هيا أدو ما تيجي داوضها سيخد كتلفون كا يسجنا كجوعي سؤال شيء دوحي تين محمد وانكنا قندو ناخد كتلفون كا إن حكومة ده مدحين أحمد محمد محمد سيلاني والله دورتي لابد يكون يتبان كا بشي جون لحد اللي باتن كذي إن هاتهم كسي كسي قيسا إن مدرسة حسن الضوضة يترد الضل كايسو دور شوين كي مركي لا دورتي عقب ديه منا هايين برلمان كي ديجان كي جورتي ديوم ذكرني الله سمعي مركي مدحينها عطسي كي من ماشي لقي إن هات النظرة الشدي بارلمان كجارها نوكي لذو أي عدك تاين بشميل لقب تدي وانقل لا درتي ملا أورن كرا حكومة دو وحيته لي كري لا ذهاي إن أي ديارسو هنان كي دورشو ينك الدلكا ولا أورن كرا ويك جابسي أما بكارين تي كجا أدني ويجودن كري ويدي مارك الله يجع عقب ده يمد دورش دي قولها ديجان كا يع عقب ده هن هات نور تاجن تي قولها وكي لذو ما دام مدحيني كوري لو أمان تري دورشوين كي كلا دونا عبد الله كسوق قط محيط عرقت ذا وياه وهم هرت حكومة دم مدحوين السيرة مدو إما كصدق حسنو هو الله بكون لب لب لبسن استيت بلود بإما كحركيس خلتي مكي ومدحوين السيرة لا صوت دورتي يحس بدو كل ميبا واحد دليل تشرين أما أي كهد تشرين أما يسبدلو كو واقع تشرين بتشري واحد كم يدها كردن وحرام بيقول قوله جورج ده وأفر سنوات وهراء لبكوني لحد لو كرجي كل مية واحد رجي آت كوجد جالمي واحد كرو كم يدها رجي دجالمي حل بعندي كل مية قلها وكله ولا هو قلها جورج أفر تاسنو لو كرجي وحرام واي واي وحياب بدن هالضبا مدحون السلاي حكومة ديس مركز إكتو ضدك بديديس أما ضدك أحرس ياسد وحياب بدن أول جي يجي يبتري واحد كم يدها كرسي مدي هراء قلها جورج iyo golaha wakiilada ee dhacday ee 2019kii September wakiil madaxweynuhu jeeday wuxuu yiri in go'aankaasi ay ku kororsadeen wuxuu dhaawac ku yahay doorashooyinka iyagana way ku adkaysteen labadii gole marka waxa jirtay golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxba is dhaafsadeen aan la ogeyn waxa way mushaar kororsigi ay ku mushaar kororsadeen xeerkii مشاركة قرياشة إيه مدحوينها هي مدحون كحيك قرها وكذا مركا إيه سمين سين عمدو جورت دين هو يقدر يعني واحد لما قرياش قرياش حير دكتنت واحد نقطة مركا جونا ده لقته كون يلا بقى قلا دور إني مشاركات إني مشاركات أنا جونا ده مركا لقته ها جونا ده لقته طبعا تجورت دي ما هو كردي يعني قرها وكذا إيه قرها كلا سنة يستديت برا دقول افتاي مركا جورت دي با أيا دين عنك لك أكتر أيا دين عنك لك أكتر بقالها ها حاجة بقالها كأي أنتي سدي مركا كورس دي واي حكومة هذا مدحون السيرية وحلو جبهنا وحياب بدن وحيابي عوا أن شيء جي قبيضي عندك كوين يقولها وكل هذا أيه وحاسة أكو عمر دار سنة كله حديث يقول الله لا ما سمعين قال الله بدن أو تضرب أبل الله مجعابة سيدي أفرت الدقمنه والله مجعابة إلا هذا ذكرت مدحون الله مجعابة ما نشر أي سنة وعي حكومة دي مدحون السيرية لا بس البرمة كمان صحن البرمة كمان صحن وجورت دي ما صحن الله بس أنا يستد بلود ما دام الحكومة دي شوفتي وحاصلا إن كتخلص تال أيار لو جب إحنا كله حديث ما سمعي سنا وحنا أجنه
إن ديجانه ده وقوي هرقيسة إلا حتى يدورشون كحيري وحكوه يرحبوه ضد محيطه وحل قبس قرياش وكيل هذا أي حكومته وي حركي كالحديد الجبل ده دجمو يكون سميسي وح لقيا إن قاب كل لحد كيلو راعه لحدي دجمو إيه بسترجها لحد كي أيه دجمو كست تكفر عن تا أيون بي كحر مسابلي وي حركي أي جراه وكيلده أسحيين حكومة كوميد بقرين إلا هاد ضد بدن أو أنكم إذا هي أيه يعني أيه تري أو مركي مذا حوالين سيري ترى ضدك قبطي عن لها ما دام يكون اللي تري الحكومة دي هوري كلا حدين تعسي إلا هاد فود بقرين لا يو سمين إياه أدم مقصدك وأنا كل سؤال دوانا برنامج وحنا تعالينا قبل قبدي برنامج كان كلوني محمد حكومة ضد أي أود إذا دورشون كأيكو قبنا كرتا ما دام وصل وقت كوبين يعني محيك ولا تي ملورن كرا ويكون جول يسين كرتا ملورن كرا ويكون جول دريسين كرتا أرتا إيه مركا أريت على قال ليو إيه حكومة ما أنت شرتا واحد شراء مركا لنا أريت أنا دورشون كلا قال ليو يجيني مدوين كذا كوكو بسومان واحد شراء مشكلة ضد دورشون كل ينو حكومة ضني لحا شيء وأيكم متهاي مثلاً golayaashii deegaanka in la soo hormariyo doorashada madaxtooyadu negotiation ki iyo lixdi qodob ee lagu dhaxdhaadiyay xukuumadii hore ee xisbiyada mucaaradka ahaa ayay ka mid ahayd oo markii hore horta ninan inoo furi doorin bay noo raray waxaan doorashadan iyo sidan ku soo galay tala ajnabi oo ah waxyaabihii Soomaaliland ay ka badbaaday 20 ka sanadood inay nabad ahaato ee kaga duwanaato konfurta Soomaaliya aya waxa kamid ah gacanshiisay daawad yaban ku xumaahay qadarkaasi kooban ee khadka internetkuna way naga go'ay inagoo si toos ah ugu soo noqonay barnaamijkeena kuna jirna gabagabadii barnaamijkeena su'aalaha ugu dambeeya ayaynu ku jirnaa iyo qodobkii ugu dambeeyay daawad yaban waxaan ka xunaahay qadarkaasi kooban ee khadka internetku uu ka go'ay hawada sare ama waanu imi ka maqnayn waxa si toos ah imi kana barnaamijkeena aanu sii wadan doonaa محمد عبدي عرض ويسقنا كم إذا بهذا الصوت أورك صحفيين تسمالي لان إن أبلي سقنا قد بدأ مهم كا لحي لحكومة تسمالي لان ما كقولي ستي أو القل كي دورشين كدلك مساء كم قولي سن إنه قد بدأ سيناسي ودك محمد أنا وصلنا صو أنا هرب الشجع مرك الله جه الله يو إن ما إني كقول دري ستي إني كقولي ستي يا مرك الله جه الله يو ما كبحي كرتا مرحلة دان سوى واجهدي إس قبضا وي إس قبطي مدحينات كان إس قبطي إيا تلا دان إس قبطي ما كبقود بي كرتا وقضب ما كان لغا اللايو تهوري عن كوه رايو عدي عن كوه رايو تا مشكلات بحاجتي مشكلات بدان و سياسيا دالقنا او دحالي سيستم كان مدحوين أحمد محمد نسيلايو وحا كميدا إن دورشادة قولياش الدقانك وقت جيدي لغارها رأولوغو بدلو تي قولها بدحتويدا ومركا أي حكومة دي حسبي جي معارض كالكلمية إيو حسبي جي يوحدي حلوفة أحايين وقالكيين دان دانا هو دقال إيان من إياقا أفافرة تاسع أرتارتي قد كي شاحدة كررتي قد كي دي أو إرمان كالا رسي تاسواميد مركا دو ماانتال إياقو دوروش دي قولها وكيلة دا ويدماتي والكردي هادا وحاينو كاسو بحاني تي قولها ديقان ساند كي نغتغي tan waxa loo baahan yahay in sanad kan 2013 kan dhacdo tii golaha wakiilada sanadka xiga waxa loo baahan yahay in dhacdo tii guurtida sanadka xigana waxa loo baahan yahay in dhacdo tii madaxtooyada horta adduunyada caalamka wadan ay ka dhacdaa sanad walba doorasho ku jira ma dhacdo si kastaba ku timaadeen bixaqiiqatan waxa loo baahan yahay xukuumadu way awooddaa haaban kulay way awooddaa in ay dhameystirto muddo kooban ku dhameystirto qabyooyinka kurtinada ka horeeya doorasho dalka ka dhacdo si silmiyoon wanaagsan u dhacda way awooda sida darteed waxaan anigu rayeen aan adamisantahay aan aaminsanahay soona jeedin lahaa in xukuumadu dadka la xajacla tusto adbanmaas siyaasiyiintu dadka la xajacla tusto adbanmaas sida daradeed aan ku soo gabagabeeyo in la sameeyo wargad aqooniyahaana talada in lagu celiyo mustanbeed in lagu celiyo in laga fiirsado bal in saddex doorasho israaci karaan iyadoo diiwaan gelin wata iyo iyagoon diiwaan gelin wala iyo bal sida dadkeenu tan guurtida lafteeda oo qaab beeleeda in laga gudbi karo systemkan qabaliga lagu soo doortay iyo system iyo maxaa loo jahayn karaa
كان قولها وكيلة ورنتيو دقانا جرا دورشوين كي حيرات كي جرا وحقو حقو دي هيرين كواس دي حقو دي هيري كلام يو حاسم لك فكرة وان مصد عبد الحكي كلمة دودن بيسا فنتي مركا لقاها لي با حكومة دي بارلمان ما كوغو ليست حكومة دو إنا يتفاهم يالطي أود يالطي دورشوين كي واجبات كاللوغو لها ديارين تيدا ودنك فنتي دورشوي سميسي تيلويتوين كاسوديك لكن عقبادة آد حوض بدن باكيمي لكن دوين لقا فايدة استا لكن بارلمان كي شرعي دجنتها دور كي لوغو باهنا مكا صبح إميكا واحدي لوغو صاحب أي آد قلو أجيب إن أي شرعي دي أي وحلوغو صوت دورا لها إن أي نتربة تا أوقيت هورتو دا دول النمو حكا كومانتاي وأفر واحد واحدة حكومة دوا واحد شرعي دجنتي يوغار مركا واحد لوغو باهية إن شرعي دجنت إيدو قابيسو حكومة دونا دا هو فلنتا فلنتا نوحا لوغو باهية إيدنا إن أي awurta jawigi lagu dil lagu gal laha doorasho eedoo ka faa'iideysanaysa qaadadadii hore waan gartay waan gartay aad baad ma sidaa aad u xakeen barnaamijkeena waan soo gabagabeyn doona aniga ka raali ka idin ka raali galnay qadarka kooban ee uu hawada ka baxay qadka internetku maxamed baad doonay inuu kalmad ku noqdo hal daqiiqo maxamed kusiinay adigoo mahadsan way waan mahadsan tahay in waxaan oran lahaa ee isaga sifka xukuumada madaxweyne siilay maanta isaga madaxweynada dalka ka ah doorashadii hore deegaanadana waxa la leeyahay waa tii ugu xumeed ugu masuqmaasuq badnayd ee dhacday noqotay imaka yahaatan waxaan u soo jeedin lahaa diiwaan gelinta imaka ay ku dareen miisaaniyad in dadka la diiwaan geliyo bartaa haw hawl gasho xukuumadda laba ta kale halka kala xadii degmooyinka iyo goboladan uu liisa saaran la iska magacaabay oo ay u madaxweynuhu ku dhaxay waqti inuu nigu koobay abdul xakiim ku darsanay ee doorashada markii nu galeyno kharashaadka ku baxa boqolkiiba shan iyo toddobaad waxaan siiyaa ajaanibi boqolkiiba shan iyo labaatanba ay xukuumadu bixisay waan gartay taa dhaqaalahan in laga eego bal sidii aynu kugu filan lahayna aan teeda galowdaan anigu qodobaan ku soo jeedin lahaa haddii ay loo baahan yahay in dalkan uu yeesho istaraatiijiyad siyaasadeed oo cad waxaan qabaa golaha xukuumadda iyo golaha wakiilada ee saaxiibaday aada uga hadleen dhaliishooda waxaan qabaa mushkiladda ugu weyn ee ku dhex wareegaysa inay tahay siyaasadda xisbiga kulmiye inay ku dhex wareegayso golayaasha sharci dejinta oo khaasatan golaha wakiilada ay saameyn weyn ku leedahay xisbiga xaakimka tirada dalka sabab maxamed balan ka dadka wada ah waxa weeye xisbiga kulmiye hadda wuxuu mudan in loolan gudihiisa uu ka jiro siyaasi oo ku jeheysan hoggaankiisa loolan adagoo uu xisbiga hoggaankiisa ku jeheysan waan gartay taasoo xulufaysi badani ka jiro ee dhaliisha ugu badan waxaan leeyahay war xisbigan kulmiye la fahanta soo noogay adduunka gudoomiyaha wasiirka maaliyadda xubinimadii banayay golaha ee xubintii buuxin lahayd ee lobbying weyn baa ka dhacay kulmiye gudihiisa ee gudoomiyaha imika talada haya muuse bixi rabitaan buu lahaa inuu cid kusoo meeshii cid keeno siyaasadda xukuumadduna cid gaaray cid riyaasi ee challenge baa jira anigu waxaan qabaa ragaadka golaha wakiiladu waa mid ka imanaya dhinaca xisbiga kulmiye waan gartay oo kule influence weyn kule golaha wakiilada oo siyaasadiisii xukuumadii oo hore xukuumadda maxamed maxamed cunsi ilaahay uu golahiisa xukuumadda u sheegay inaan hoggaanka xisbigu ka muuqan doono xukuumadiisa ee ku ekaanaya hoggaanka xisbiga yaa waan gartay intii halkan u wareegtay saarkeedii halkan laga ka soo baxay heer qabsanaya qabaa oo nuqraya marka midda ka qabsanaya waxa weeye horta xisbiga kulmiye waxa maanta goobtoog loo yahay iyagoo meel kaliya 88 xildhibaan bay ahaayeen oo meel kaliya ka wada ridaya xabadda waxaan goobta ugu ahay maanta oo golihii wakiilada ka muuqata xildhibaanadii kulmiyo laba garab oo iyaga kala xanqarsanaya waxaasina waxa weeye waa loolanka xisbigooda ka dhex jira waan gartay markana la sheekaysa aad la sheekaysatana ori xildhibaan sawdiga isku xisbiga ahaa waan gartay waxay kuu sheegayaan macnaha loolan hoose oo wax alla wax ummadda iyo dalka iyo dadka wuxuu yahay maxamed su'aal idinkoo mahadsan barnaamijkii waxaan jecelay in gabagabadii daqiiqada yar laba daqiiqo wax ka yar inay kaarsan yihiin in maadaama xukuumadda kulmiye iyadoo mucaarada muddo 8 sannadood ah ay si adag u soo wada socdeen oo aada arki karto niman badan oo siyaasiyiin leh oo miisaan culus leh oo xisbiga kusoo jiray oo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaahay markii uu guddoomiyaha soo waday oo doctor gabboose leh oo maxamed xaashi leh oo muuse biixi leh oo somaale laftiisa leh oo cadami cabdiraxmaan oo cali dhegow marka la tiriyo miisaan ballaaran kuleh xisbiga oo iminka qaar ay la socdaan qaarna ay ka hayaameen xisbiga isku soo waday sidee loo odhan karaa
حكومتي يقوى هلا أو تلاقي دلك هلا أي ليج برلمان كي يح حكومته ذي بقى كتيران وأي أنا كل شيء هرت مركي حسب كل مية هاي محمد وصاد شيء تي معارض كأي هاي وح أمه قدي أطب يظهر رياله وأمر مركان إسراء ورميان مبدأ كويس أنت لو قلنا كل مية وح كم ده حسب ذا كقولي ستين مدحويني كل مية ما تحيسته هذا سوكوبي محمد وح مركان سوكوبي وحوي مركي هراء الجوش أي دونين إن عسلان موقف في رهاي حسيا شيء ما ت مركي أي كرسي جيم مدحوينه هرين حسب حاكم كين قدين أنت رسمي جيمت يعني ما كان ضرنا القضاء هذا ما صار دقيقة غير بكاري قضاء بدو وركا سؤال شيء مكان حمد ويدسي أي كنت المعملها هاي إن كل مية أنا ما قبل أحمد الحمد سينايو ومعارض نمو إسكو هذا أنت هسوق كربو بارغبا صح إنه ما أنت تهلك الرواي إنه إسكو هذا لكن كل مية لف أهانتيزو مركي هذا هربا وحا أي كو هذا سعودين ورت إن بدنا كملا لقى حدود ما ملكه دعي هذا سوكو بين مركي بعدو لكن basically مبادئ مشري وينو غن شويني كده عيا ماستر وينو غن كي كل واحد حكي ده عيب روحه وحياة بده مشري مركا كل أي باش هو سنسارو بعيدهم بلا لا هلا واحد غبا الحكومة ضمانها ده ده سنسارو دي عنده ما نغبا مركا النقطة في أنفس ياسر واحد ويا جانب تكون تريا أبيش كنوا تريا لكن سوى حد شرته حسب كل مية مال أينا لودا في مية شرته مركا وجود ما يسا وهشيا كل مية لكن قد وين حسب يدي هراء سيد أول بوكر مال أي كل استعجل أي لي أدون ما سنتي ده وضيع لين تاسين وحنا كسر قبل قبلين نبرنامج كناسي فرنقين توربين تا وتضباط كني ستو سيدين كي من التلفيش كعالم بيجون كيبل تي في حنتي سمجال ده هرجيسة برنامج كوا حيقل قواتي محمد إبراهيم سجح محمد عبد عرض ويسون كسر ده صولتا رالا وسجح ويسون كسر ده ورجيس كهاتف يا عبد الحكيم محمد شيخ وكسر ده يسون ورجيس كجمهورية برنامج كنا يان كل من دونا تضباط كتم بهدي الله ودر راضي انت هسي يعني كل عافية وقدام بعده هون كيبل تي في يعني محمد عبد ليقا وستو سيدين كلاس سعوني إذا كنا سعودتين برنامج كما قال ده هرقيس